بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الدكتورة عزة فرحات. النهاردة هنتكلم على Implants in Completely Edentulous Patients. اوكي، اول حاجة بنحب نعرفها يعني ايه Implant. هو عبارة عن Prosthetic Device بيتعمل من Biomaterials، تبقى يتحط Inside the Oral Tissues تحت الميكوزة او تحت البريوستيوم او جوه البون، علشان يديني ريتنشن وسبورت وستابيليتي للكمبليت للفيكسد او الريموفبل ابلاينس اللي انا هستعمله. الامبلانتس في منها انواع كتير قوي، اشهرهم هو الاندوستيال امبلانت. ده عباره عن ارتفيشال فيكتشر موجود سيرجيكالي، بيتحط سيرجيكالي انسايد ذا جو بونز جوه العظام الفك، تو سبستيتيوت السنه اللي فقدت او سبستيتيوت الروت اللي فقد. الكومبوننت بتاعه اي تيبيكال امبلانت هو عباره عن ان هو بيتكون من امبلانت فيكتشر واباتمنت وسوبر ستراكشر. الفيكتشر ده هو جزء من الجزء من الامبلانت اللي هو بيبقى محطوط جوه البون، والجزء ده بتاع الاباتمنت هو عباره عن اريا بتبقى كونكتنج بين الامبلانت وبين البروثيتيك بورت اللي احنا هنستخدمه بعد كده اللي احنا هنعمله بعد كده، وبعد كده السوبر استراكشر اللي احنا هنحطه سواء كان سنجل كراون او فيكسد بارشل دنشر او اوفر دنشر. الامبلانتس بتاعتنا دي ما ابتدتش من النهارده، ولكن قدماء المصريين كانوا بيحطوا جولد امبلانتس، لقوا كده في بعض الكاديفرز، ولقوا بيحطوا بعض كارفد ستون او انيمال تيس علشان يريبليس السنان اللي فقدت. حاولوا ان هم يعملوا الامبلانتس دي، كتير ناس يعني حاولوا يعملوا امبلانتس، عملوها من الكربون، عملوها من البلاتينم، عملوها من الليد، عملوها من السيلفر، من الفيتاليوم، من الستيل ستيل، واتس ايفر. الامبلانتس كاتيجوريز ممكن ان انا بعمل لهم كاتيجورايزيشن ان تو برود كاتيجوريز، توث امبلانتس ونون توث امبلانتس. توث امبلانتس معناها ان لو البيشنت فقد سنته ممكن رجعتها له تاني، في الحاله دي ممكن انا بعمل له حاجه اسمها ايه، ري امبلانتيشن. ده بيحصل غالبا للاطفال لما بيفقدوا سنه وبيروحوا للدكتور ومعاهم السنه دي في الكونتاكت سبورتس او حتى في حمام السباحه، بيروحوا للدكتور يعمل لهم ري امبلانتيشن للسنان دي. اما الامبلانتس اللي احنا بنتكلم عنها هي الدنتال امبلانتس اللي هما انكلودنج انواع كتير، سابري اوستيل او ترانس اوستيل او ميكوزال انسرتس او اندوستيال امبلانتس. ايه الانواع الغريبه دي؟ تعالوا كده نبص مع بعض هنشوف الاشكال دي وشكلها ايه. الامبلانتس دي في حاجه اسمها اندودونتيك ستابلايزر. اندودونتيك ستابلايزر ده بيبقى عباره عن نوع من انواع البوستات اللي بتتحط جوه السنه، علشان لو كانت السنه دي فقدت جزء من الروت بتاعها او حصل عندنا روت ريزوربشن، بعمل روت اندودونتيك تريتمنت وبعدين بدخل فيها ستابلايزر زي اللي انتوا شايفينه في الصوره دي، علشان يخلي السنه تعمل ايه، تفانكشن اطول فتره ممكنه. اوكي، ده اسمه اندودونتيك ستابلايزر. دي ميكوزال انسرتس، حاجات كده زي باتونز موجوده في الفيتنج سيرفيس اوف ذا دنتشرز، وبيبقى في عندنا زي ايه فراغات صغننه عاملينها كده سيرجيكال سايتس موجوده في الاورال كافيتي بتدخل جواها الباتونز دي. طبعا برضو انا ما شفتش دي ابدا. السوبري اوستيال امبلانت ده بقى عباره عن ايه، عباره عن كوبلت كراميوم فريم ورك معموله من الكوبلت كراميوم. اوكي، وعندها كده حاجات بروجكشنز طالعه اهي بتطلع جوه الاورال كافيتي بتريبريزنت الابارتمنت، وبعمل عليها الكومبليت دنشر بتديني ريتنشن وستابيليتي. بستخدمها في حالات لو كان سيفير ريج ريزوربشن او فقد العيان جزء كبير من الفك بتاعه عن طريق في حادثه او واتس ايفر. طبعا دي كانت قبل كده العيانين بيروحوا عند الدكتور يفتح لهم يفتح الفك علشان ياخد امبريشن للبون، وبعد كده يبتدي يعمل كونستراكشن للكوبلت كروميوم الفريم ورك دي، وبعدين يفتح مره ثانيه علشان يحط الكوبلت كراميوم في ميتال فريم ورك، وبعدين يبتدي يحط البروثيسيس. طبعا ده كان ان هيومن على الاطلاق. دلوقتي بقى يعملوها بالكات كام، كونستراكشن اوف ذا فريم ورك بيتعمل بالكات كام سي تي ايمج، باخدها من العيان بعمل له اشعه مقطعيه وبدخلها على الكمبيوتر، كمبيوتر اسيستد ديزاين اند كمبيوتر اسيستد مانيفاكتشرنج، وبعدين بيبتدي يتغلب عن يعني بيتغلب على الخطوه اللي كان بياخد فيها دايركت بون امبريشن، وبيتغلب على ان هو يعرض العيان مرتين لجراحه بياخدها له مره واحده بس. اوكي، في حاجه تانية اسمها ترانس اوستيال امبلانتس، ترانس مانديبولر او ترانس اوستيال. ترانس اوستيال دي يعني في بوستات بتدخل بتبنتريت كل الثيكنس بتاع المانديبولر بونز، وبتروح من تحت كده وبعدين بتبقى بروجكتنج انسايد
اورال كافيتي في الباراسيمفيزيال اريا زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بيحط عليها البروثيزس كأنها artificial residual ridge.